هي دينك. انا الارض القنطره طاحت كامل. Ya son varios los municipios inundados en Castellón y Tarragona. Unas lluvias que en algunas zonas han superado los 200 litros por metro cuadrado. Un torrente que ya se ha desbordado. Muchos vecinos han tenido que ser rescatados. Y los ríos amenazan con salirse de su caudal. Los gobiernos valenciano y catalán han enviado mensajes de alerta a toda la población. Estos informativos 3.5. Se lo lleva el agua. Lo está arrastrando. Madre mía, mira, pegando contra los ojos. No, que vaya payaso perdido. No, payaso perdido, vaya, verás. Hostia. Que no sé cuánta gente está sin agua. Porque aquí también hay gente que está sin agua. ¿Necesitan algo? Agua no tenemos. En una vivienda elevan ya a más de 100 los fallecidos por esta insoportable tragedia. Hay desastre por todas partes, como por ejemplo en Paiporta, la zona cero de la tragedia, el epicentro de una catástrofe donde murieron al menos 62 personas. En esta localidad valenciana, como en otras muchas, sus vecinos siguen sin luz, sin agua y prácticamente incomunicados. La búsqueda de desaparecidos no cesa y nos siguen llegando historias tan estremecedoras como esta. Y era el mensaje desesperado de una madre al padre de su hijo. El agua le llegaba casi al cuello y finalmente consiguió salvarse. Final feliz también para este hombre. Agónico rescate tras ser arrastrado por la corriente. Los vecinos consiguieron lanzarle una cuerda. خوتي المغاربة، للأسف العدد ديال الوفيات ضحايا الفيضانات ديال فالنسيا فاق 100 ووصل لحد الساعة 105 ديال الحالة ديال الوفاة، والعدد جد قابل للارتفاع لأنه ما زال هناك البحث عن مفقودين. والقنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا وضعت أرقام اللي هي هذه بالي، لأنه كتبحث على 20 مغربي مختفي، وتواصلوا معنا مغاربة اللي كانوا مسافرين في اتجاه المغرب واضطروا على أنهم يرجعوا وعودونا على التجربة ديالهم وخلونا فيديوهات اللي غادي نشاركوها معكم كذلك. المهم الخوت، نمشيو للتفاصيل آخر التطورات فيما يتعلق بهذه الفيضانات، ونخليكم مع فيديو من كاستيون دي لا بلانا. هذه الدانا يعني وصلت لكاستيون وراح حذروا منها الخوت، وكنحذركم يعني من السفر لان الطرقات مقطوعه يعني بواحد النسبه كبيره، والسلطات الاسبانيه كذلك تحذر من السفر. خوتنا المغاربه اللي ماشيين للمغرب اللي ما في راسهم والو، نشوفوا هاد الفيديوهات اللي رسلوهمنا مغاربه، نشوفوا مغاربه كيفاش كانوا حاصلين وكيفاش دوزوا أسوأ يعني ليله في الحياه ديالهم. Thank you.
مساكن هذه القنيات. شوفوا شوفوا يرمهم الماء. شوفوا لا اله الا الله. شوفوا هذه وهذه ها. اخوتي المغاربه السلام عليكم. مرة أخرى غادي نرجعوا للموضوع ديال الإعصار اللي ضرب إسبانيا خاصة المنطقة ديال بالنسيا واللي وصل الكاستيون. كما غادي تشوفوا غادي نخليكم مع فيديوهات اللي بعثوا لنا أصدقاء مغاربة من بالنسيا ومن كاستيون، ومن بعد غادي نشوفوا مغاربة اللي كانوا حاضرين الليلة الكارثية الصراحة واللي خلفات لحد الساعة 105 ديال الحالة ديال الوفاة. 105 والعدد جد قابل للارتفاع لأنه ما زال هناك البحث عن مفقودين، كذلك هناك مفقودين مغاربة. فالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة بالنسيا وضعت رقم رهنا الإشارة ديال العائلات ديال هاد المفقودين. كنهضروا على العائلات ديال الأشخاص اللي لحد الساعة ما توصلوش مع العائلات ديالهم. غادي نشوفوا هاد الفيديوهات وغادي نشوفوا فيديوهات اللي بعثوها لنا مغاربة من عين المكان. وكما قلتكم هاد الدانة راه وصلت الكاستيون لأنه كانت تحذيرات على أنها غادي تمر بكاستيون وطراغونا وما ربما توصل إلى برشلونة، كذلك في اتجاه ديال المناطق ديال أندلسية يعني الجنوب الإسباني اتجاه المغرب. كذلك كنهضروا على خيريز، كنهضروا على كاديس، كنهضروا على سبتة، كنهضروا على طنجة، تطوان. المهم غادي نخليكم مع مجموعة من الفيديوهات مرة أخرى، مشاهد صراحة تحبس الأنفاس. وكذلك غادي نخليكم مع فيديوهات يعني كتبين كيفاش أصبحت المنطقة ديال بالنسيا. كنهضروا على الطرق ديال السيار مهرسة مقطوعة، كنشوفوا يعني فيديوهات مباشرة الناس يعني كيبانوا كيفاش يعني جرفاتهم المياه. كنهضروا على شاحنات كبيرة وكبيرة بزاف اللي ما يقدروا يعملوا والو يعني أمام هذا القوة ديال المياه. شنا واحد الكاميون، ولكن كاين أشخاص اللي كيشوفوا داك المياه وكيدخلوا فيها ظنا منهم على أنهم غادي يقدروا يدوزوا، ولكن للأسف كيحصلوا. كاين ناس اللي باينين ما قادرين يعملوا والو. المهم الخوت أنا باش ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع أنا لقيتوني بيدي عاود كنشوف يعني بويبلوس مشاو، أحياء مشاو بالكامل، الماء الناس ما عندهم ماء، الناس ما عندهم ضوء لحد الساعة يعني ما عندهمش الكونيكسيون، وهذا سبب من الأسباب اللي كتخلي مجموعة يعني من الناس ما كيقدروش يتواصلوا مع العائلات ديالهم. هنا كما قلتكم بسبب الفيضانات ديال بالنسيا القنصلية ديال المملكة المغربية ما زالت تبحث عن مغاربة مفقودين. قالت القنصلية العامة للمملكة المغربية في بالنسيا إنه على إثر فاجعة الفيضانات التي شهدتها جهة بالنسيا والأضرار الجسيمة التي تسببت بها، وحرصا على متابعة أفراد الجالية المقيمة بالمنطقة والعابرين منها، فإنها بشرت منذ الصباح يوم الأربعاء اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وقال مصدر مطلع ضمن تصريح لهذه الصحيفة أن القنصلية أبلغت بفقدان حوالي 20 شخصا من المغاربة المقيمين في المنطقة دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن. يعني هاد العشرين باش نفهموا مزيان ما زالوا مفقودين، باقي ما كاينش التواصل ديال العائلات معهم 20 شخص، ولكن في نفس الوقت ما تعطاش الأسماء ديالهم على أنهم توفوا، ما زال البحث عليهم. أو هاد الناس حسب ما يقال على أنه ما كاينش كونيكسيون، الكونيكسيون ما كنهضروش على الكونيكسيون، كنهضروش على الويفي، كنهضروا حتى على المكالمات، لأنه كاين أصدقاء كنا كنتواصلوا بهم، كنحاولوا نتواصلوا بهم، هما اللي حكاونا هاد الشيء، يعني حتى المكالمات الهاتفية ما كاينش، ماشي غير الويفي راه غادي تتواصل معاه بالواتساب، الناس كنتواصلوا معاهم بالتليفون وما كيردوش. وأشارت أن المصادر الفيضانات تسببت وفقا للأرقام الصادرة عن السلطات المحلية في وفاة ما لا يقل عن 95 شخص قبل، ولكن دابا أكثر حاليا هنا كتبان المينوس 105 مورتوس، يعني أقل عدد هذا، والعدد راه جد قابل للارتفاع.
وورد في إعلان القنصلية العامة المغربية في فالنسيا توصلت به هذه الصحيفة أنها قامت بإنشاء خلية أزمة مكلفة بمتابعة جميع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة وتشمل التنقل إلى المواقع التي قد يتواجد بها الضحايا والتنسيق مع السلطات المحلية. كما أكدت القنصلية بمناسبة تخصيص الرقمين الهاتفيين اللي هما هادو باليسا 31935818 و 631-71-18-73 والإبلاغ عن المفقودين. وأضاف الإعلان أن القنصلية تتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في جهة فالنسيا لضمان التنسيق المستمر. وكما قلتكم ما زال يعني البحث جاري عن مفقودين، لأن هذا العدد حاليا دي مومينتو، ولكن العدد راه مرشح بقوة للارتفاع، لأنه مازال الناس عبر مكالمات هاتفية في التلفزيونات في الراديو كيسولوا على العائلات ديالهم على الأحباب ديالهم اللي باقي ما عندهم عليهم حتى شي خبر. هذا العدد للأسف غادي يزيد يترفع، لأن الإعصار فات عليه أكثر من 24 ساعة، ف 24 ساعة الإنسان ما بانش. فنتمنهم الله على أنه يكون المشكل ديال الكونيكسيون ولا هذا. هنا كما قلت لكم تتواصل عملية البحث عن ضحايا ومفقودين في جنوب شرق إسبانيا الذي تطاله أسوأ فيضانات تشهده البلاد منذ أكثر من 50 سنة. كانت فيضانات متشابهة سنة 82 وسنة على ما أظن 56، ولكن ما عمرهم وصلوا لهذا العدد ديال الوفيات. الرقم الأعلى كان هو 82 أو 88 في سنة 1982. الخوض نخليكم مع مجموعة من الفيديوهات. صراحة بقوا فينا هاد الناس بزاف، كانت أسفلهم بزاف وكانت ضامنوا معهم القلوب ديالنا معهم، ونتمنوا على أنهم يدوزوا هاد المحنة بسرعة، ونتمنوا السلامة للجميع. الخوت خليكم مع الفيديوهات، تهلاونا في راسكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Picando la pared, Carlos. Picando la pared. Es lo que hay. No había otra manera de salir y es lo único que nos quedaba. Joder. ¿Qué utilizaste? ¿Un pico, un martillo, un cincel? Lo que nos pasó un vecino, que fue el que se descolgó por detrás del almacén de la Pelu y empezó a picar él y ya nos pasó un martillo o algo así más o menos. Y el picando desde fuera y picando desde dentro, pues pudimos hacer al final el último. Pero